مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة بنشوف أبرز موضوعاتنا لليوم لأنها متنوعة من أغلب مناطق المملكة. 3000 وافد أو 3000 سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا. نصف مليون سعودي أيضا خرجوا من بداية العام الحالي. ووزارة العدل ألغت صكوك غير نظامية عادلت مساحتها مساحة المدينة المنورة. نشوف أيضا في حلقة اليوم الدفاع المدني في المدينة المنورة وجه بإخلاء مدرسة الرمضة المتهالكة اللي في جنوب المدينة والطالبات يتهكمون، كيف نقضي ساعة النشاط. وفي ران في مستشفى جيزان الصحة كانت تقول أنه النطاق واسع لعملية اصطياد الفيران وبررتها القسم تحت التأهيل. وفي جدة حماية البيئة تحذر المتنزهين من وجود نسبة من الطحالب السامة في بحيرة السمك. ومستشفى الملك فيصل التخصصي يطلق اسم متلازمة بوحليقة تكريماً لعالم أمراض الأعصاب الدكتور سعيد بوحليقة. حياكم الله. بحسب إحصائية جديدة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقول أنه خرج من سوق العمل أكثر من نصف مليون سعودي من بداية العام الحالي حتى سبتمبر الماضي، وخرج من القطاع الخاص نحو نصف مليون سعودي. نشوف هذا التقرير ونتناقش في هذه القضية. القطاع الخاص في السعودية بنسبة تصل إلى 80% أو أكثر على العمال الأجانب، وخرج من سوق العمل ما يقارب 300,473 وافداً منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، أي ما يقارب 1,120 وافداً يغادرون السوق بشكل يومي، في حين خرج من القطاع الخاص نحو نصف مليون سعودي أي نحو 1,881 موظفاً يومياً، وبذلك يبلغ عدد المغادرين لسوق العمل من الوافدين والسعوديين 3,000 عامل يومياً. في المقابل ارتفع عدد السعوديات الداخلات إلى السوق ليصل عددهن إلى ما يقارب 500,860 مع نهاية سبتمبر، بعد أن كان عددهن 500,185 نهاية العام الماضي 2016. وبحسب إحصائيات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد المشتركين غير السعوديين ذكورا وإناثا مع نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغ أكثر من 8 ملايين مقارنة بنهاية 2016، حيث كان عددهم 8,500,000 فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين ذكورا وإناثا 1,890,000 مقارنة بالعام الماضي 1,878,000 مشتركا. لبرنامج الراصد عبد الله المقيرن. هنا بالاستوديو استاذ الموارد البشريه بجامعه الملك سعود الدكتور عبد الله الزهراني. حياك الله دكتور عبد الله. سهلا، يعطيك العافيه. الله يحييك. يعني مغادره عدد كبير من العماله الاجنبيه، هذا ايش مردوده؟ اضافه الى انه ليش قاعدين يغادروا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا المقال، المحتوى المقال اللي يعني الحديث اليوم عليه طبعا هو مستقى من التأمينات الاجتماعية. حقيقة بعض الارقام قد تكون غير دقيقة كثيرا، قد تكون على موقع التأمينات اكثر دقة، لكن خروج العمالة الوافدة من السوق السعودي هو وضع طبيعي للتشريعات والأنظمة التي سنت في سبيل انه يعني تقليص أعداد العمالة، منها برنامج التوازن المالي وأيضا البرامج التوطين والسعودة. إضافة إلى إحلال السعوديين أظن في كثير من الوظائف. يعني أنا طبعا هي لها جانبين، طبعا المقال تناول ثلاث جوانب. الجانب الأول اللي هو التسرب في نسب العمالة أو العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وهذا متوقع حقيقة زي ما ذكرت أنه بسبب التشريعات الجديدة وفرض رسوم على بعض الجهات، قد يكون في أيضا
بعض التباطؤ في النمو في الاقتصاد وكذا أثر على طبعا أداء كثير من الشركات. هذا بيرجع للسعودي بشيء إيجابي ممكن؟ حقيقة هو يفترض أنه يرجع بشكل إيجابي. يمكن انعكس على نسبة اللي زي أيضا ذكرت نسبة توظيف الإناث في سوق العمل ارتفعت. صحيح. وهذا طبعا أتى أيضا من باب أنه أيضا التشريعات اللي وضعت وساهمت أنه زيادة مساهمة ومشاركة وتمكين المرأة السعودية في سوق العمل يعني قد أتت ثمارها. لكن الإشكالية الحقيقية الآن طبعا النسبة اللي ذكرت أو الرقم اللي ذكر في المقال 500,000 اللي ذكرته في بداية الحديث سعودي تصربه خلال 9 أشهر اللي هي الفترة اللي قياس التأمين. أنا أعتقد أنها نسبة قد لا تكون دقيقة حقيقة، لكن الواضح أيضا من خلال الأرقام المشتركين في التأمينات النسبة عالية تبقى عالية. صبر. السعوديين هذولا ما ممكن يكونون مفصولين كلهم، خلينا نكون شوي عادلين، يعني ممكن يكونون هذول السعوديين اللي دخلوا قطاع الاتصالات، اللي دخلوا قطاعات كثيرة تم سعودتها. نعم. ما ممكن يكون هذول هم انه يفصل هم من وظيفته يقول يا اخي انا بفتح لي بزنس فيه شغل. يعني طبعا هذا الجانب المشرق في 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 خروج هالعدد الكبير. من نظرتي مشرقه دائما مو سوداويه زي ما تقول. لا بالعكس. انا اقول طبعا الاكيد طبعا انه قد تكون هذا جانب، يعني احنا نتمنى انه فعلا ان هالنسبه طبعا انا اعتقد على حسب التامينات تقريبا حول 300,000 في خلال 9 أشهر، وهذا رقم كبير. صحيح أننا ذهبنا إلى 1,600,000 في القطاع السعودي في السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بعام 2016 كانت 1,800 وتقريبا 1,900,000 سعودي. طبعا غير السعوديين في القطاع الخاص يمثلون أكثر من 80%، أكثر من 8 مليون المسجلين. أي فأنت لما تتكلم عن 300,000 أنت تتكلم تقريبا على 30% من السعوديين اللي قوة سوق العمل. لا لكن أنا الجانب اللي قلته أنه وجدوا فرص عمل وفتحوا فرص عمل هذا جانب مشرق، ولكن الرقم الكبير حقيقة يخلينا يعني نقف. طيب. هنا نحتاج دراسة. أنا بسألك على 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 مادة مزعجة. أي. مادة 77 تكلموا عنها ناس كثير. نعم. وكثير من الشباب قاعدين يعانون من الشركات انه قاعده تطفشهم بماده 77. نعم. اعطيك راتب شهرين وامشي. نعم. عشان كذا انا معي اتصال هاتفي ابغاك تشوف كيف القضيه هذه قاعد يعانون منها الشباب. معي عبد الله اخوي عبد الله واحد من المضطرين من الماده 77. حياك الله اخوي عبد الله. اهلا وسهلا حبيبي. تم انهاء خدماتك، كيف تم انهاء خدماتك يا عبد الله؟ اول شيء اشكرك على البرنامج والاستضافه اخوي عبد الله. حياك الله. بسبب من المادة 77 هي ضرتنا احنا، اتكلم عن اخي ضرتنا احنا الشباب السعودي جدا جدا مضر لنا. ايه المادة 77 في العمل من وزارة السياسات وقوانين مكتب العمل. ايه اشوف انها ضرتني وضرت كثير من الشباب. اعطيك راتبين الله يستر عليك. ايه بس ليش اسوي كذا؟ هل انتم سلوككم فرضا او انكم انتم يعني غير مرغوب فيكم لانه ما تعملون الاعمال اللي يطلبونها منكم؟ طيب ممكن انا ماجستير علم نظم معلومات اوكي شغال في الكول سنتر، يعني هذا شيء طبيعي. عرفت مو بشيء اي نعم صار شركه. كم لك تشتغل كم لك تشتغل يا عبد الله؟ ممكن 7 أشهر. 7 أشهر وعلى طول فصلت تقريبا 7 أشهر. ايش السبب اللي انا فرضا اقولك كشركه عشان انهي خدماتك؟ وش السبب؟ ادنى سبب اي مشكله بسيطه اي غلط بسيط من الموظف انا اشوفهم خاطر السعوديين. ما تكمل خاطر السعوديين. عبد الله انت ليش فصلت؟ قال لك انت ترى السبب هذا انا بفصلك. غياب تاخر؟ لا غياب ما عندي اي غياب الحمد لله، وتاخير مبسط من الساعه 8 دايم. طيب وش المشكله؟ بس ساعات العمل عندي 9 ساعات. طيب ايوه بريك غدا ما في، تجبر واحد لازم ما يقدر يستعد للعمل ولا صح. لازم يتغدى يفطر مثلاً بروح واحد يجيب غدا ممنوع يجيب غدا ممنوع. ليش كذا؟ ليش ما أدري إيش النظام بالضبط. وفي الأخير يطفشك عشان تمشي. أيوة. طيب أخوي عبد الله شكرا لك يعطيك العافية. أستاذ عبد الله لأنك أنت طالب ماجستير أو انهيت الماجستير شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. المادة 77 78 هذه يعني قاعدة تكسر المجاديف. اللي يبغى يشتغل كويس في القطاع الخاص إيش الحلول برأيك؟ يعني أنا أول شيء طبعاً المادة 77 أكيد أنها تحتاج لها لإعادة نظر يعني في مدى
مدى توافقها مع صاحب العمل، وايضا الان المشكله الماده 77 اصحاب العمل يشتكون منها، وايضا اللي يعملون في القطاع الخاص يشتكون منها. لكن حقيقه يعني انا ما ودي اخذ، بس خلينا ناخذ حاله الاخ عبد الله ككيس يعني نضعه الان. طبعا الاشكاليه الان الاخ عنده ماجستير في نظم المعلومات وجالس يزاول عمل في الكول سنتر، يعني عمل ليس له ارتباط بالشهاده اللي هو حاصل عليها. يعني بس وانا هو يقول لك انا ابغى اجمع خبره الان وابني عليها وامشي. احسنت، لكن هل هل هالمكان اللي هو يزاول فيه حاليا ما له دخل؟ هل هل يعني حتى الخبره اللي اكتسبها لن تنفعه في مجال تخصصه؟ وهذا قد يكون اذا ما كان في عنده، يعني انا ما ادري وش. طبعا هو اكيد انه جالس على هذه الوظيفه وغير راضي وقاعد يدور على مكان اخر. احسنت، وهذه احد اسباب اللي هو الان النسب اللي تشوفهم الكبيره اللي طلعت الان من سوق العمل. بس انا ودي اعلق على نقطه بسيطه. فضل. طبعا من بالنسبه اللي الان عندي عدد الوافدين اللي انا على حسب المشتركين في نظام التامينات الاجتماعيه اكثر من 400 الف في فتره بسيطه، وهذه يمكنها ملاحظه حتى في على 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 في الشارع السعودي اللي هو يعني نسبه الخروج الوافدين. هذه يفترض انه يقابلها احلال للسعودي اللي جالس يبحث عن وظيفه. طيب وليش ما في احلال؟ الاشكاليه انا طبعا اقيسها انه قد يكون انه اغلب الوظائف او السعوديين الموجودين في كثير من الشركات قد يكونون وضعوا لتحقيق نسب السعوده، وهذه مشكله. فلما قلت الاعداد السعوديين اللي موجود الاعداد غير السعوديين فقال لك انا ما خلاص انا ليش انا يعني هذه وجهه نظر يعني هذا جانب. الجانب الاخر ايضا، هل الان الشركات والقطاع الخاص في اوج يعني حالاته على اساس انه يكون عنده قدره اني انا يكون استقطاب. عندي احسنت انه يستقطب، انه يحل مكان غير السعودي السعودي. فهذه انا اعتقد انها جوانب مهمه، ويعني حقيقه تسترعي ايجاد من الجهات المعنيه ايجاد دراسه متعمقه. وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه عليها دور كبير جدا في هذا الجانب في اكثر من طرف طبعا. لكن انا اقول انه الان الدوله يعني وضعت خطه طموحة 2030 وبرنامج التحول اللي سيقلل نسبة البطالة تقريبا إلى النص. ففي ظل اللي قاعد يحصل لذلك وزارة العمل ستحاسب إنه إذا يعني بكرة إذا أنت بكرة ما سويت كذا ستحاسب. نعم يفترضنا منك هذا الشيء أكيد لأنه جزء يقع على عاتق الوزارة. دكتور عبد الله الزهراني شكرا جزيلا لك، دائما نستفيد منك في شغل الموارد البشرية. احنا بنناقش مادة 77 الآن في الخبر الجاي، فأنا شاكر لك. شكرا لك الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. استكمالا لنفس موضوع العمل، أجل مجلس الشورى مناقشة تعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال اللي كان مقرر مناقشتها في واحدة من جلساتها الأخيرة ضمن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أشارت مصادر وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ أن اللجنة ما زالت في مرحلة إجراء التعديلات على النظام، والتأكيد أن تعديلات النظام ستعرض على اللجنة الاستشارية القانونية في المجلس لاستشارتها ومعرفة مدى نظامية هذه التعديلات. يذكر أن مادة 77 من نفس النظام أثارت جدل واسع لآلاف من الموظفين بعد تعرضهم للعديد من هذول الموظفين للفصل التأسفي على حد وصفهم في ضمن النطاق الخاص. ومعي هنا عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في الغرفة التجارية الأستاذ أسامة الشمري. حياك الله أستاذ أسامة. الله يحييك يا ضيف دائما تنورنا. الله يسلمك. احنا عندنا مشكلة قاعدين نقول من أول الحلقة قاعدين نتكلم على موضوع سوق العمل. سوق العمل عندنا كبير صحيح، لكن في عندنا الآن صاير في تشوهات أنه مادة 77 قاعدة تشوه هذا السوق رغم ما يقدمه للشاب السعودي. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. حياك. احنا لا شك ان لما احنا ناخذ الموجه الاعلاميه اللي حصلت، التجاوزات اللي حصلت في تطبيق ماده 77 للاسف من بعض المنشات في القطاع الخاص، ولكن للاسف ما يحصل من بعض المنشات ممارسات هي خاطئه بالاساس. لازم احنا نعرف وش مفهوم ماده 77. ماده 77 مفهومها بقول لك اللي انا افهم تفضل واللي كثير من الناس يقول لك اياه، انه ماده 77 اعطيك راتب شهرين واقول لك معنى.
صح احنا نتكلم الان عن تعريف هذه الماده. أيوه. صحيح ما هو منصوص عليها في النظام. ايه؟ ولكن فعليا هل هذه الماده ما ينص على انهاء حالات التعاقد للعاملين في المنشاه؟ غير صحيح. التجاوزات اللي تبدر من بعض المنشآت في تطبيق هذه المادة غير صحيح. المادة هي لتطبيق مادة بما يتعلق في التعويض في حالة الإنهاء غير مشروع. إذا كان في سوء لاستخدام هذه المادة وسيء استخدامها من منشآت عديدة للأسف، هذه وقفت لهم المرصاد كذلك وزارة العمل ونوهت وشددت بعدم استخدام المادة وسوء استخدام المادة. عندما شرعت صحيح احنا ما نختلف. المادة موجودة الآن. هذا عبد الله كان معي قبل شوي. صحيح. خذ راتب شهرين ومع الباب والولد ماجستير ويشتغل كل سنتها يعني ما نختلف طيب. وزارة العمل استاذ الفاضل شوف ما يتعلق في المادة، المادة هذا نصها في حالة الإنهاء، ولكن المادة خل أعطيك فيها يعني خل أعطيك إياها صورة موضحة، هي تقنين حالة التعويض اللي يحصل عليه الموظف في حالة الإنهاء. احنا نتكلم عن خطوة سابقة، الخطوة السابقة الإنهاء اللي تم من قبل المنشأة، الآن هذه النقطة اللي نتكلم عليها. بناء على الإنهاء اللي تم من المنشأة عوض الموظف في مادة 77، لذلك للأسف لسوء يعني لسوء الموارد البشرية في بعض المنشآت او لعدم يعني لا. لعدم عمل الموارد البشرية والجوانب القانونية في هذه المنشآت أساءت استخدام هذه المادة. نعم في إساءة، في ناس تضرروا كثير، نعم احنا نتفق مع هذه النقطة ولا نقر نهائيا بما يتعلق بمادة 77. انا بقول لك حقين الموارد البشرية شاطرين، لانه انا قاعد اشتغل كموارد بشرية اقنع الرئيس اللي عندي او المدير اللي عندي انه انا اقدر افصل لك اي واحد وبالنظام. صحيح. هذه مشكلة. هذه تجاوزات احنا لا نقرها، موجودة في كل سوق. تجاوزات ما يمس المواطن، ما يمس المواطن لن نقره ابدا مهما يمثل. طيب. اي لجنة ايا كان هنا الدور هذا اللي احنا نتكلم عليه. وزارة العمل في اول خطوة اول مبادرة منها ايه؟ انها صرحت من يتم إساءة استخدام هذه المادة سيحاسب. بعدين نزلت آلية ثانية ما يزيد عن 10% من إنهاء العاملين في المنشآت كذلك سيحاسب وعليه صدر غرامات عديدة. نزلت فيها اللائحة. هنا دور الوزارة يعني تحمل الوزارة في المتابعة. الوزارة تصرح اليوم وبكرة وبعد بس ما استفادوا الناس كذلك عليها. هذه كل أشياء انعكست عن الوزارة في الأخير. الآن على سمعة الوزارة قصدك؟ على سمعة الوزارة وعلى أداء الوزارة كذلك. الآن اتجه الهيئات العمالية، اتجه الهيئات العمالية وشوف الضجيج اللي موجود والشكاوي العديدة بسبب سوء استخدام بعض المنشآت لهذه المادة. ولكن أرجع أن أقول ما يتم الإنهاء عليه ليس المادة، المادة وجدت لتقنين التعويض لتوضيح ماذا يستحق الموظف. نعم هناك آراء مختلفة عن التعويض الموجود اللي يستحق الموظف، ولكن في جانب آخر كذلك بعض المنشآت تلجأ في ظروف اقتصادية، في منشآت تتأثر في الاستمرار، في منشآت لديها ميزانيات مالية يعني تتطلب أنه تقليص هذه التكاليف الموجودة عليها. نرجع نقول إساءة استخدام هذه المادة عند إقرار المشرع، احنا لا نسيء في نية إقرار المشرع لها، لا، ولكن نسيء في نية من يستخدم استخدمها بالسوء وعكس على سوق العمل وعكس على ما اكنوا بعض الشركات اللي ابناء الوطن ما عنده شغل فرضا. احنا نتكلم، انا اتكلم من صميم ممارس. صحيح. وليس فقط اني كمشرف او كابحث عن التنظير في لجنه او بس صبر لما تجي انت تقول لي انه المشرع شرع الماده هذه دفاعا عن حقوق الطرفين من اول. انا كنت اقدر اشتغل بالقطاع الخاص ولا يقدر يفصلني واتحداه يفصلني. صحيح. صحيح صحيح. هذه كانت صدق في ناس استخدموها خطا. صحيح. وكان يقول ولا تقدر تسوي لي اي شيء، وهذه حاصله. انا معك. وحالات انا اطلعت عليها. طيب. للاسف. بس الان بعد ان الماده هذه بعد كانت سبب في انه فصل مباشر بسرعه تم إساءة استخدامها. ايه؟ احنا لا ننكر هذا قصدي. من ينكر اساءة استخدام الماده من قبل بعض المنشآت هذا ليس في واقع القطاع الخاص، يعني ليس متابع. طيب. القطاع الخاص او انه ما يعمل في القطاع الخاص بشكل كامل. هل تشجع شباب السعوديين انهم يشتغلون الفتره هذه في القطاع الخاص؟ نعم اشجع. انا من الناس اللي يؤيد العمل في القطاع الخاص ايا كانت، لانه الموظف هو يعتمد على تطوير مهاراته. صحيح. متى ما وجد الموظف بتطوير مهاراته وطور نفسه في كفاءة العملية وحصل على المهارات المطلوبة الفنية والتقنية فهو مطلوب لكل القطاع الخاص. لذلك لا 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 لا, لا يمكن ان احنا نجعل اي شماعة وجدت او اساءة استخدام نظام شرع من قبل الوزارة هي مسؤولة عن هذا القطاع كامل بأن والله أنا أحرم الموظفين أو أني أنا والله أتجه في اتجاه التحذير من العمل في القطاع الخاص. طيب. نعم هنا دور مشرع، هنا جهات معنية. لو سمحتي الجهات المعنية مارسي عملك. ايه؟ قومي في مهامك. فتشي. طيب. يا أخي دوري على الوزراء، دوري على الشركات، الشركات وعلى الشباب اللي قاعدين يشتغلون، اللجان الممثلة عندكم، راجعوا الهيئات الموجودة عندكم، شوفوا الضجيج اللي فيها، شوفوا كم عدد الشكاوي لم تحل إلى الآن.
طيب في النهاية هذه حقوق موظفين. إذا أنا بحافظ على القطاع الخاص وبدعم القطاع الخاص لازم يكون عندي عوامل تؤهلني أنا لما أتكلم وأثني على القطاع الخاص وأدعي الناس وأدعي الشباب للالتحاق في القطاع الخاص أنه في عندي عوامل مؤيدة لهذا القطاع الخاص. صحيح أخي فارس الشمري، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية دائما. الله يحييك طول العمر. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك. في بلدة اسمها النامية تتبع أو النابية تتبع لمحافظة القطيف، يعاني العديد من سكانها من مشاكل، سواء مشاكل خدمية أو أمنية، لأن السكان في سكان البلدة هذه يعانون من مشكلة وجود السكراب بين السكان. يحتوي السكراب على خردة من حديد وبلاستيك وأيضا مواد رصاص ونفايات، تقوم بعض العمال الأسيوية بجمعها بالقرب من منازل الناس ويحرقونها ويخرجون اللي يستفيدون منها. هذا يتسبب في تلوث وزيادة أمراض للسكان، أمراض تنفسية. تفاصيل أكثر في تقرير زميلي عبد الله الشهري، وراجعين نناقش هذه القضية من ثاني. معاناة مستمرة تسببها عصابات السكراب لأهالي بلدة النابية، حيث يعيش الأهالي حياتهم اليومية بين تلوث بصري وضوضاء لا تنتهي وأمراض تهدد صحة السكان، أثبتتها دراسات رسمية أقرت سابقا. احنا في منطقة، كان احنا في منطقة نائية، منطقة سكنية تحيط بها النفايات والسكراب من جميع من الجهات الشمالية والجهات الجنوبية زي ما تشوفها الحين. تضررنا كثير، وتضرروا أبنائنا وشيباننا وأهلنا، وهذا السكراب اللي أنت تشوف يمكن له أزود من 10 سنوات أو 8 سنوات، والمعاملات والمطالبات فيه ولا حل لدى الموضوع. شكاوي وخطابات لا تنتهي من أهالي البلدة لكل مسؤول صامت عن هذه الجريمة بحق حياة السكان. فبوجود صهر لمواد سامة كالرصاص والحديد والغازات التي تخرج منها وتغطي سماء النابية وما تجلبه معها من أمراض مميتة تهدد حياة الإنسان. وضع النفايات، نفايات مضرة، نفايات جدا، فيه تقارير توجد معكم سلمناها لكم، منها دراسات من جامعة الدمام من قسم الدراسات الطبية أثبتت بأنها مضرة ومنها مسببة للسرطان وبأنها تدخل إلى المياه الجوفية في المنطقة. للأسف المياه اللي تستخدم، سواء تستخدم في أن الإنسان يغتسل منها أو بعضهم يشرب منها حتى، سمعت، فهي مسببة من مسببات السرطان. وكما شفتوا وشافوا الأخوان، أول شيء تطلع منها الأبخرة، منها الرائحة الكريهة جدا. لا يفصل سكان النابية عن النفايات وخرابة السكراب سوى أمتار قليلة مما يسبب كثرة دخول الشاحنات إلى داخل الحي، مهددة استقرار السكان وأمنهم وحياة أطفالهم. للإخبارية عبد الله الشهري، النابية. وينضم لي من الدمام أحد أهالي الحي أخوي ذيب الهاجري. حياك الله يا ذيب. مرحبا بك أخوي عبد الله. الذيب ما يخاف من السكراب يا أخوي. الله يسلمك ويطول بعمرك. علمني وش اللي صاير عندكم بالحي؟ التقرير شرح جزء من المشكلة، أباك تشرح لي الباقي الله يعافيك. والله أخوي عبد الله حنا في معاناة ما أعلم بها الله سبحانه وتعالى. إيه. طبعا زي ما ذكر التقرير وشاهدتم الأمر اللي موجود والسكراب اللي موجود، هذه موجود تم تحويل جزء من النابية إلى مركز تجميع نفايات ومركز صهر للرصاص وصهر الجميع المعادن، ووصلت الدرجة إلى أنها أصبحت كأنها مركز رئيسي للنفايات من ليس بالمملكة بل من دول الخليج، لوجود بعض السيارات الخليجية تجلب بعض النفايات إلى المنطقة هذه. ما هو بنفايات، أظنها سكراب، يعيدون صياغتها من جديد، حدادين ونجارين وسباكين كلهم موجودين في المكان. ها أصبحت سكراب. إيه؟ هي سكراب ونفايات في نفس الوقت.
السكراب بأنها تجمع جميع أنواع. وإذا خلصوا منها كبوها. وإذا خلصوا منها وبعد ما يسوون كل شيء اللي يقدرون يحرقونه عندهم يحرقونه، واللي ما يقدرون أخذوا الجهة الثانية من النابع إلى مكب. أيه؟ أصبحت محاوطين النابع من جميع الجهات. جات جامعة الدمام القسم الطبي كلية الطب في جامعة الدمام وسووا تقرير وأثبتوا أنه مضر وأنه يوصل إلى المياه الجوفية. المياه الجوفية التي تستخدم أيه؟ استخدمناها سواء للاغتسال أو للشرب. بس ذيب هم شكلهم متشطرين شوي عن الديرة، ما هم وسط السكن أبدا، ما يبعدون حتى 200 متر من المنطقة، وهي بالعكس هي المدخل الرئيسي للنابية. طيب الآن وجود هذول الآن اللي قاعدين يسيئون استخدام هذا الحي الآن ويضرونكم، وسط الحي تمشي التريلات هذه والسيارات ذي؟ وسط الحي ومواقف التريلات وسط الحي، وحصل حوادث شديدة جدا في مداخل الحي من سببهم. أنا أقول العيال الصغار الآن يعني هذا مضر لهم، لا يقدرون يلعبون ولا يقدرون يتحركون بسببها. والله وأنا أخوك بالنسبة للعيال الصغار وبالنسبة للعوائل وللكبار حتى ايه؟ طلوعهم وخروجهم من الحي أو رجوعهم ودخولهم إلى الحي أصبح شيء مزعج جدا. أنتم مشكلتكم يذيب مع الأمانة، الأمانة أنها ما أرسلتوا لها يمكن ما تجاوبت معكم. أخوي عبد الله حنا ايه؟ عندنا خطابات سم. تثبت أول شيء عندنا حتى خطاب من مركز الصحي بقطاع الغطيف إيه؟ يثبت أنها مسببة، لأنه يوجد طيب. يوجد فيه كسارات إذا اللي هي خرسانات إيه؟ ويوجد للأسف في نفس المكان اللي موجود فيه الخرسانات إيه؟ موجود فيه النفايات موجود مصنع مياه، سمعت ويوزع مياه على جميع المنطقة، مصنع يباع المياه وثلج ومخبز في نفس المنطقة اللي فيها التلوث هذا. طيب خلك معي ذيب، خلك معي. تفضل. معي محمد الصفيال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية. حياك الله أخوي محمد. الله يحييك يا عبد الله، وأحييك وأحيي ضيفك الأخ عبد الله، وأحيي جميع الأستاذ المشاهدين. أي هالمرة ما بجملك، الوضع سيء. لا لا أنا أشكركم الرأي أخوي عبد الله، بالعكس. لا أنا دائما أنا وياك متصالحين، بس هالمرة لا. لا لا ابدا انا شاطركم الراي، بالعكس المناطق طيب. هذه ترى تعرف الراي يعني معجبك وضع حي النابيه؟ لا بالنسبه لحي النابيه ما معجبني. بعدين اخوي عبد الله يوم استشعرت الامانه هذا الوضع ايه؟ وذكرت الاضرار بدايه الاضرار ايه؟ الان طال عمرك تم تخصيص موقع لهذا السكران على طريق الدمام مبقي. محمد محمد بس انا ما ابغى كلام شوي ان شاء الله، ابغى ممكن نحدد المشكله ان نجي نقول ان بعد شهرين او شهر ما فيه ولا احد موجود جنب ذيب وجيرانه. أخوي عبد الله خليني أوضح لك شيء. طبعا السكراب هذا يقع ضمن المخطط الصناعي بالنابية. إيه؟ مخطط معتمد رقم 100. بس وصل السكان عنده يا حبيبي. إيه. وعفوا أخوي عبد الله، وهذا المخطط معتمد من 10 سنوات، ولكن مع امتداد العمراني لهذا أيوة. طبعا المخطط الصناعي بدأ الأمان تستشعر الضرر الناتج من هذا سواء من النابية أو غيرها أيضا من مصانع خلفية. طيب. الآن البلدية باغلاق جميع المواقع المخالفة بعد اكتمال الاجراءات النظامية إيه؟ واتخاذ اجراءات اغلاق باخلاء الموقع بناء على شكاوي لأهل المنطقة وبناء على استشعار الامان ايضا. متى اخوي محمد متى ممكن نقول انه خلاص انتهينا؟ احنا بدينا بالاجراءات هذه اخوي عبد الله إيه؟ لكن ان شاء الله خلال الاشهر القليلة القادمة يعني المشكلة هذه كلها. يعني متى؟ انا ما اقدر احدد الان وقت اخوي عبد الله لانها تحت الاجراءات الان. بس اقول شيء محمد، ودي انكم تسبقون يعني الايام هذه تسبقون، لانه الان وزاره الداخليه قاعده تشتغل على انه العماله المخالفه، انا متاكد انه 90% من العماله اللي موجوده هنا مخالفه، فانتم قفلوها من عندكم الان بحيث انه العماله كلها مخالفه وانتم تدرون. صحيح ايه؟ وانا شاطر كرخ عبد الله في تنسيق مباشر بيننا وبين الجهات الأمنية في القضاء على الأعمال المخالفة. تنسيق إيه؟ بيننا وبين المال الشرقي أيضا، الأعمال التي تقوم أيضا بحرق البلاستيك والمعادن لأجل استخراج الحديد إيه؟ وغيرها. طيب. في تنسيق أمني بيننا طيب. وبينهم. ولكن أود أن أكد هنا بأن الأمانة بعد استشعارها للضرر هذا وقرب امتداد العمراني للمخطط بدأت الآن في اتخاذ إجراءات إيجاد الموقع طيب. البديل وقسم الخدمات والإخلاء طيب. والإغلاقات بإذن الله تحت الإجراء كلها. طيب محمد ذيب. هلا اخوي عبد الله. يلا الان قدامك الصفيان خلص. مرحبا بك اخوي محمد. هلا بك اخوي. الله يطول عمرك اخوي محمد. فيها امر لبيت منه ان شاء الله. فيها امر من صاحب السمو الملكي سمو الامير محمد بن فهد من عام 33 بازاله الموقع ازاله تامه،
وكل ما جينا وتكلمنا قالوا حاطوهم تمديد، عطوهم تمديد كم شهر، امتد التمديد هذا السنوات هذه كلها من عام 33 إلى هالحين. فيه تقارير موجودة صحية وتقارير حتى من الأمانة، فيه تقرير من الأخ فهد الحسيني يثبت أنه مضر جدا، والتقرير طيب هذا كان خلي يرد عليك ذيب، خلي يرد عليك بس ما تروح النقاط بس تفضل. زين أخي ذيب بالعكس أشكر الأخ ذيب على أريحيته اليوم وعلى شفافيته ووضوحه، وأرد عليك في سؤالك. في بالفعل في توجيهات عليا من ولاة الأمر في عملية عبد الترابية عجل الطراب، والمواطن هو الأساس وهو خط أحمر في كل طيب وش اللي صار؟ ولكن أخوي عبد الله أنت عندما تعالج مشكلة لا تعالجها على حساب مشكلة أخرى، لابد توجد البديل. أصحاب السكراب أيضا هم مواطنين وفاهمين، لابد نوجد لهم أيضا أماكن أخرى عندما عملية النقل. طيب فبالتالي لين وجدنا المنطقة وتم تهيئتها وجاد البنية التحتية لها هذا يتطلب. طيب محمد أنا بكون واسطة خير، 4 أشهر تكفيكم؟ احنا نوعد ان شاء الله المواطن خير باذن الله اخي عبد الله، وتحت اي بس خلال كم؟ الامانه بدت في الاجراء على فكره، بس خلال 4 أشهر ننتظر منكم شيء زين ان شاء الله. قل ان شاء الله اخي عبد الله احنا بنستاجر في الموضوع. طيب. سواء هو او غيره اخي عبد الله، لاحظ كثرت المنطقه الشرقيه عدة اغلاقات. طيب. مصانع الخرسانة اغلقناها في كافه امور كثيره اغلقناها. طيب. نتيجه الغرابه البيئه او المواطن أنا... وبالتاري طيب. المواطن عندنا خط احمر. طيب أخوي محمد الصفيان شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية على سعادة صدركم. أخوي ذيب الهاجري إن شاء الله بعد 4 أشهر تطلع معي والحي أموره طيبة، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. بيضا. وفي جازان اعترفت الشؤون الصحية بالمنطقة بصحة الصور اللي تداولوها الناس لعملية اصطياد فيران بمادة لاصقة داخل قسم التموين بمستشفى الملك فهد المركزي، بررت ذلك بأن القسم هذا تحت التأهيل. المتحدث باسم الشؤون الصحية بالمنطقة نبيل غاوي يقول أن الواقع حدثت في أحد أقسام التنويم وتم استدعاء شركة الصيانة لمعالجة هذا الوضع والتحقق من المسببات. أكد أن هذا القسم بيتم تأهيله خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أنه يتم التعامل مع القوارض والحشرات وفق الآلية اللي هم قاعدين يتبعونها. معي هاتفيا من جيزان نبيل غاوي، حياك الله نبيل غاوي. يا سهلا اخوي عبد الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابغاك تقول لي وش الصور هذه اللي شفناها. في البدايه اذكر يا استاذ عبد الله للساده المشاهدين الكرام بان جازان اعلنت قبل شهرين تقريبا بان المستشفى يخضع لمشروع اعاده تاهيل للبنيه التحتيه، ويشمل هذا المشروع إعادة تأهيل لجميع أقسام المستشفى وتغيير لجميع التمديدات والأعمال الإنشائية. طيب. نظراً لتقادمها طبعاً المستشفى أمضى تقريباً 35 سنة لم يخضع لعملية تأهيل كالقائمة في حالياً. هو لأنه القسم هذا يا نبيل مهمل وما كان يعني كان فرضاً مغلق فترة والآن بدأت الصيانة ترجع له من جديد، هذا قصدك؟ لا ما أقصد كذا، لا لسه الصيانة إحنا افتتحنا قبل شهرين تقريباً. قبل أسبوعين. افتتحنا عدد 3 أقسام تمت إعادة تهيئتها. طيب. إعادة تأهيلها وأرسلت لكم الصور موجودة عندكم. طيب إحنا بس كان بس نبيل بس عشان بس تكون معي بالصورة، إحنا بس عرضنا الصور هذه بحيث إن نقفل هذا الموضوع، لأنه في ناس قاعدين يقولون إنه الآن هذه جت على المرضى وما المرضى، وأظن ما كان في أي مرضى أبداً، هذا كان مجرد عمل صيانة. انا اوضح لك يا استاذ عبد الله والساده المشاهدين سريعا، كل من شاهد هذه الصوره قد تلاحظ بان المصيده حق الفيران، مصيده الفيران اللي ماسكها الاخت المرافقه اتضح. طيب. اثناء زياره اداره المستشفى للموقع اتضح بان المرافقه قامت بنقل مصيده الفيران من الاماكن المخصصه لها. طيب. طبعا الشركه شركة الصيانة. طيب. وضعت مصائد الفيران في المنافذ التي تتوقع أن يتم تسلل الفيران منها لأقسام. طيب. العاملة في المستشفى. طيب أخوي نبيل، بس أخوي نبيل أنا والله ما عندي وقت، ترى ما عندي وقت والله، بس أنا كنت أبغى هذا التبرير منكم بحيث نشوف إيش اللي قاعد يصير عندكم، وأنا أشكر لك دائما على تواجدك معنا ومتواصلين إحنا وياك. شكرا جزيلا لك نبيل غاوي متحدث صحة جيزان. أغرب وأخطر الظواهر الطبيعية اللي هي اسمها المد الأحمر أو الطحلب الأحمر السام، هذا في بحيرة كورنيش جدة، تفاصيل أكثر في تقرير زميلي عبدالله الخرجي وراجعين لكم.
لأول وهلة تشعر أن هذه البحيرة على كورنيش العروس هي منظر جمالي مثلها مثل أكثر البحيرات في مدينة جدة، ولكن لا بد أن يستوقفك اللون الأحمر ليكون السؤال ما سبب هذا اللون؟ يمكن أن تطرح أكثر من إجابة أو أن يتم اقتراح الإجابة عليك، إنه بسبب صدى المجسم، ولكن تقطع أفكار الإجابة الصدمة. الطحلب الأحمر السام أو ما يسمى علمياً بالمد الأحمر. رواد المنطقة قالوا إنه هو عبارة عن صدى للمجسم السمكة اللي احنا شايفينه قدامنا. هو طبعا مجسم حديدي ومصدي ولي فترة طويلة هو بالصدى ده. من يوم ما جاتنا العينات طبعا نفس الشخص اللي جمع العينات نفسه ليلتها يومتها بات في المستشفى من كتمة صدرية ودوار واسترجاع. ظاهرة طبيعية يتم من خلالها ازدهار أكثر أنواع الطحالب خطرا فقط من مجرد استنشاق هواء البحيرة، والسبب إحداها من الظواهر الطبيعية والآخر من عمل الإنسان، وذلك من خلال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر أو في هذه البحيرات، وتكون ناقوس خطر يفتك بالطبيعة وخطر على من يستنشق فقط هواء البحيرة. الخطورة تكمن في إيه؟ في مجرد الاستنشاق، يعني مش شرط انه انا يعني انزل البحيره واتعرض للمويه، بس انه انا استنشق الهواء الموجود واقعد فتره طويله اخذ لي دوز. هذه هي المشكله. ما بنشوف انه في تحرك جاد. انا قبل كده كانت في بحيره اللي هو النورس والأربعين، قبل كده حصلت نفس الظاهره دي بانواع طحالب ثانيه وسبب في نفوق للاسماك. الفكره الان هي ما هي بحيره واحده، هي عده بحيرات. مصبات الصرف الصحي كلها بتصب في البحر. جده عروس البحر الأحمر وأجمل شواطئ المملكة كانت تحت هاجس قلة الرصد البيئي وشكوى تصريف مياه الصرف الصحي في البحر والبحيرات، ليكون العلاج قبل الوقاية، وليست الحادثة الوحيدة بعد نفوق أسماك بحيرة الأربعين وتلوث الشواطئ إلى المد الأحمر. جدة أحلى مدينة مهما درنا ما في زي جدة. الطحلب الأحمر السام أو ما يسمى علمياً بالمد الأحمر ناقوس الخطر الذي يضرب شواطئ جدة ويضر مصطفيها وزوارها وسكانها. ليبقى السؤال المشروع، من هو المسؤول؟ عبد الله الخرجي، الإخبارية، جدة. ينضم لي من استوديوهاتنا في جدة الدكتورة فتونة الصايغ، رئيس وحدة المنتجات البحرية الطبيعية بمركز الملك فهد للأبحاث. حياك الله دكتورة فتون. اهلا وسهلا بك، واشكر قناه الاخباريه وفريق العمل المتميز في برنامج الراصد، وان شاء الله يكون مداخله الله يحييك مثمره وقيمه للجميع. ابغاك تعطيني اخطار الطحالب اللي موجوده في المنطقه هذه اللي فيها السمكه. المنطقه هذه تحديدا؟ أيوة. بتقصد؟ ايوه. اوكي. نوع الطحلب اللي تم تعريفه في البحيره هذه هو طحلب المايكروسيستس، وهو من الطحالب المصنفه علميا من انواع الطحالب اللي بتطلع سموم. ايوه. ودول كثيره بتعمل عمليه رصد خاصه فقط للنوع هذا من انواع الطحالب. إيه؟ لدرجه السميه حقته الخطيره، وكون انه سمومه مرتبطه بجزيئات الماء. فمجرد التبخير او بخار الماء المتصاعد من المسطحات المائيه هذه. إيه؟ ومرتادي المنطقه هذه ممكن يتعرضوا للاذى المباشر. دكتورة فتون، الاستنشاق لما امشي انا واحد هناك في علي ضرر؟ والله اذا مريت عديت من دون ما هذا، اما لو لا انا جالس بتعشى بتغدى هناك فرضا. لا طبعا اكيد لا. طيب مين اللي الحين الامانه عندها المشكله هذه؟ والله العظيم انا لست بصدد انه يعني اوجه اتهامات لاحد. ايه؟ لكن انا الموضوع هذا موضوع ظاهرة المد الأحمر ما هو موضوع جديد. ايه؟ ولا المنطقة هذه أول مرة حوادث. طيب. بتحصل الحوادث دي صارت متكررة عندنا والكل عارف إنه بسبب اللي هو تواجد. طيب. المخلفات الصرف الصحي. طيب أختي دكتورة فتون خليك معي أخوي حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. حياك الله أخوي حسين. اهلا وسهلا الله يحييك. كيف نتعامل مع هذه الظاهره؟ ما بسالك عن الجو الحين. ها
نعم يعني لا شك لابد أن نشير إلى يعني نقطة هامة أن كثير من البحيرات ولا المضايق المائية التي تؤدي إلى بعض المناطق في بحيرات جدة منذ فترة يعني ليست بالقصيرة تعاني من عدم تبادل هذه المياه بشكل جيد، ونلاحظ أن في الفترة الأخيرة حدثت كثير من الإشكاليات أو التلوث، وشاركت معنا الدكتورة فتون بشكل جيد في هذا الجانب، ونحن نشكرها في الهيئة العامة لأرصاد حماية البيئة على حرصها بشكل مستمر. الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة طبعا أخذت عينات من هذه البحيرة. وش لقيتوا فيها؟ نعم. وش لقيتوا فيها؟ حتى الآن يعني مبدئيا لم تعلن النتائج بشكل واضح. لكن عادة يعني دعنا نكون نتكلم بنوع من الصراحة، هذه البحيرات تبادل المياه بينها وبين البحر عادة يكون ضعيف، مما ينتج عنه تلوث دائم في هذه المناطق ويحدث ما يسمى بالمادة الأحمر. كلمتوا الأمانة؟ كلمت الأمانة؟ يعني هناك تنسيق مباشر مع أمانة مدينة جدة ومع جهات ذات اختصاص لتعامل في هذا الجانب، لكن لابد أن نشير أن المادة الأحمر كما تفضلت الدكتورة هو ظاهرة طبيعية، إلا عندما تكون هذه الظاهرة يكون نتاج لأسباب غير طبيعية كمثلا صرف صحي أو ركود المياه إلى فترات طويلة وعدم تبادل مع مياه البحر بشدة المناسبة. طيب أخوي حسين القحطاني شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية والله يقويكم. دكتورة فتون إيش الحلول برأيك؟ الحلول دائما عندنا مبدأ في البيئة يسمى الوقاية خير من العلاج. أيوه؟ المفروض تفعيل نظم رصد الظاهرة هذه ونظم رصد البيئية عموما، يعني لازم يكون عندنا سيستم واضح للشواطئ عندنا لأي مسطحات مائية اللي هي عمليات الرصد المتكررة الدورية اللي بتدينا تقارير مبدئية إيش اللي بيحصل إذا في أنواع معينة من الميكروبات بدأت تطلع، أنواع معينة من الطحالب بدأت تظهر، إيش الحلول من قبل ما تحصل الكوارث هذه، من قبل ما يصير اللي هو الازدهار ده. النظم هذه كمان برضو مرتبطة باللي هو الرصد أو الاستشعار عن بعد اللي هو ساتلايت سيستم. إحنا موجود عندنا في المملكة نملك اللي هي القدرات هذه، لكن لم تفعل بحيث إنه هي تعمل كنظام للرصد. طيب أختي فتون الصايغ شكرا جزيلا لك، القضية هذه إحنا متفاعلة ومستمرين بنناقشها وأنت أيضا إن شاء الله قريبة منا. شكرا لك الدكتورة فتون الصايغ من جدة، يعطيك العافية. ألغت وزارة العدل مساحة بلغت 568 مليون متر مربع، شملت هذه جميع مناطق المملكة بقيمة سوقية قدرت بالمليارات. كما أصدر أيضا وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرار بإلغاء الصكوك وإعادة الأراضي إلى ملكية الدولة، وأكد على ملاحقة المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة العامة. وشملت قرارات الإلغاء 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض استخرجت على أراضي حكومية بمساحة قدرها 352 مليون متر مربع، وأيضا الصكوك في منطقة حيوية على طريق مكة جدة السريع قدرت بمليون متر مربع، وأيضا شملت صكوك غير نظامية في مناطق مختلفة تقدر إجمالي مساحتها ب 110 مليون متر مربع. وينضم لي هاتفيا المستشار القانوني الاستاذ احمد المحميد. حياك الله اخوي احمد. هلا والله، مساك الله بالخير استاذ عبد الله. الله يمسيك بالنور. تروع الارقام هذه، واحنا نقول ليش في ازمه سكن، لانه في وش الارقام هذه. بارك الله في جهودك، اول شيء اهنيك على نجاح هذا البرنامج وعلى نجاحاتك الشخصيه انت. الله يسلمك، عرفتك زميل عزيز سابق واتمنى لك التوفيق في الزمانات يوم كنت انت شباب. يوم كنت شباب انا ولا انت؟ انت أنت محل أخوي الصغير الله يوفقك. الله يجزاك خير. أي فأتمنى لك التوفيق على هذا البرنامج. الله يسلمك. حقيقة شوف، وزارة العدل تخطو خطوات حديثة لإحقاق الحق، وحقيقة ما يصح إلا الصحيح، يعني مهما كان ما بني على باطل فهو باطل. أي كما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطال الله في عمره ووفقه لما يحب ويرضى، إنه الفساد لن يستثني أحد. صحيح. سواء كان في الأملاك التجارية، في العقارات، في الشخصيات، في الكيانات. هذا الآن إحنا جالسين نشوفه واقع عملي. طيب. تأكد وزارة العدل وبقوة وبحزم
انه لن يصح الا الصحيح، ما بني على باطل فهو باطل، وهذه طيب. قاعده قانونيه شرعيه معروفه. اخوي احمد ترى انا ابغى اناقش هذه القضيه، وايضا بس انت لانك ما جيتنا اليوم فبتهاوش هناك بعدين، لكن انا بناقش هالقضيه وايضا قرارات الحجز والتنفيذ الاخيره اللي طلعت من 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 وزاره العدل وادخال النساء الى بعض القطاعات في الوزاره، فابغاك توعدني تكون معي موجود بكره بحول الله. وعدك خير ان شاء الله وتامرني امر. بكره عندنا حفل حق الشهداء في وزاره التربيه والتعليم، واليوم عندي دوره تدريبيه، لكن عدك بنسق ان شاء الله مع الزملاء بنسق معك، بحيث انه هذه القضايا كلها شائكه فنبغى نسمع صوت قانوني فيها. بارك الله فيك، انا شاكر اتاحه الفرصه، وصدقني ما تقوم فيه وزاره العدل هي تنفيذ للتعليمات القانونيه. طيب. وبالمناسبه يعني احب اوضح، كانوا اول سابق يقولون انه القيود النظاميه، دائم كان تسمع يقول تعطيل المشاريع بسبب القيود النظاميه. ابدا، الان وزاره العدل اثبتت ان النظام يساعد على احقاق الحق. صحيح. ومتى ما نفذت الانظمه السعوديه اللي وضعها رجال مخلصون سواء في هيئه الخبراء في مجلس الوزراء او في مجلس الشورى، فهي على قدر من الثقه وعلى قدر كبير من المصداقيه. طيب، شكرا جزيلا لك اخوي احمد المحميد، وان شاء الله الاسبوع الجاي انك معي. شكرا لك ويعطيك العافيه. موضوعنا الآخر، الدكتور سعيد أبو حليقة صاحب بحوث عالمية في طب الأعصاب، وكان له أيضا جهود كبيرة الفترة الماضية. الدكتور سعيد أبو حليقة سمي تكريما لعالم الأمراض الدكتور سعيد، وتخليدا لأبحاثه مرض عصبي رعاشي نادر يتخلله خلل جيني، سمي بهذا المرض. المرض هذا سمي أبو حليقة. فمعي الدكتور سعيد الآن عشان نتناقش في هذه القضية. حياك الله دكتور سعيد. حياك الله الدكتور سعيد ابو حليقه، يعطيك العافيه. الله يسلمك، حياك الله. استمر، حدثني عن هذا المرض اول شيء، وكيف سمي باسمك. الموضوع بدا حقيقه قبل 26 سنه. وصفنا 7 أو 8 اشخاص في مرض عصبي شوي غامض، ما كان وصف، في اختلالات في الحركه، تنح، بياض في الماده البيضاء الدماغيه، وبعدين شد في العضلات، وبقينا حوالي 20 سنه نبحث عن السبب. عادة في الأشياء هذه مع تقدم الطب، الطفرة الجينية سهلة الحصول عليها. في هذه المشكلة ما استطعنا نحصل على الطفرة الجينية كالمعتاد. بعدين قبل 2-3 اكتشفنا أن الطفرة الجينية هذه في منطقة عجيبة نسبياً، يمكن من أول المشاكل اللي الجين حقنا الجينوم في مناطق يحصل فيها طفرات ومناطق خاملة. الجين المسؤول عن هذا المشكلة أو المتزامنة ما بين الجين اللي الخامل والنشيط، وما بينهم بالضبط بالخط الطبيعي. 20 سنة أنتوا تبحثون؟ 26 سنة. لا يعني مش يعني أعراض 3 سنوات لما يقبل البحث أصلا، لأن المحكمين العالميين يقول لك يمكن أنتوا أخطيتوا، وش عندكم بالسعودية وكيف، فتعبنا إلا أثبتنا أن هذه هي السبب. طيب أنا بقولك شيء يا دكتور سعيد، دليل أنه أنت فهمان صحيح وأنا ما أقيم، أنت 37 سنة بأكبر من عمري موجود في الشغلة، أنك تتكلم كلام اللي خلف الشاشة لو كان تعليمه ابتدائي يفهمه، ولذلك انت الان قاعد توصل معلومه، وفي الاخير سمي البحث هذا باسمك. والله انا ما وانت تستحق والله. وفي واحد من زملائي هنا أيوة. في واحد من زملائي هنا انت معالج والده، فلك فضل علينا كلنا. لا هذا شغلنا، ما في طيب ما في فضل، هذا فضل لله، هذا شغلتنا مثل ما شغلتك اي واحد. وين ناويين يعني بعد الاكتشاف هذا الان وش ممكن يخدم الناس فيه هذا الاكتشاف؟ هذا اول شيء تبينت مثل ما قلت لك انه فتح مجال لانواع الطفرات هذه ممكن نبحث عنها. طبعا المشاكل الجينيه اللي تعاني منها السعوديه بشكل واضح جدا، هذا موضوع معقد وكبير، وفي السعودي جينوم بروجكت، بس ان شاء الله احنا قاعدين نمشي فيه على اساس ان نلخصها، وبالتالي اذا لخصتها وحددتها يمكن علاجها، فاحنا ان شاء الله في هذا الصدد. طبعا مو بس انا، في مئات الناس يشتغلوا معي في مركز الابحاث والمستشفى وناس ساعدونا، هذا ما هي بس الاسم يعني حصل انه انا كنت اللي وصفته من زمان. طيب معلش، انت يمكن زعلان من موضوع انه ما في اطباء او في جمعيات لشلل الرعاش، في جمعيات اطباء القلب، اطباء الباطن، اطباء، ليش ما في جمعيات لشلل الرعاش؟ لا في تونا الحين متهاوشين مع الاطباء؟ لا ما انا متهاوشين، بالعكس بعدين، وفي جماعه حقيقه الله يشفيهم ناس مصابين. النوعيات النوعين، يا مهني
أو أصدقاء مرضى أو كذا. طيب طبيا إحنا بدينا جمعية سعودية، سوينا الجمعية السعودية للحجامين. مش بيكون فائدتها لنا؟ هذه فائدتها إن إحنا نبدأ نكون نوحد جهودنا، إن مئات الناس اللي جايين من الدول المختلفة يتكلمون مع بعض، جهودهم إمكانياتهم، توحيد الخدمة، وصول كل الناس توصل إلى أفضل خدمة، كأنها شبكة، كأنها واتساب جروب يعني ان نتكلم. فهذه يعني ملخص الكلام، والله فائدة عظيمة جدا اكيد. والله دكتور انت فخر لنا وفخر للبلد، والتكريم اللي اخذته من المستشفى مو بحقك، حقك اكبر، وان شاء الله يا رب كلنا ابناء هذا الولد. نعم، والاوفياء امثالك هم اللي يرفعون الراس بصراحة. انا شاكر لك وفخور انه اخذت معك هذه الحلقة. لكن قبل انا انهي هذه الحلقة، في لمسة وفاء عندنا لزميلنا اللي تم توقف برنامجه لمحطة إعلامية إن شاء الله جديدة، أستاذنا أستاذ داود الشريان، بعد 5 سنوات من التوهج في برنامج الثامنة تصدرت المشهد حلقة داود الشريان الأخيرة. خلونا نشوف هذا التقرير. أنا استودعكم الله، إن كنا من الأحياء لنا موعد بكرة. يعطيك العافية. هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الثامنة. داود الشريان، أو إن شئت فقل كبريت الصحافة، فكلها أبدال، كل من كل. استقى محتوى برنامجه من التزامه بمعيار واحد فقط، الوزير والغفير متساوون في المواطنة، فوثق به الصغير وعرف قدره الكبير، واستحق بسبب ذلك أن يكون بحق صوت المواطن ونبض الشارع السعودي. جرأته في الطرح التي قد تبدو مفرطة هي بسبب معرفته المسبقة للموضوع وإعداده ومذكرته لمادته إن صح التعبير، فتجده لا يكل ولا يمل حتى يقتنع ويقنع بمنطق وشفافية ظاهرين للعين، فرفع بذلك سقفا وأزال حاجزا، بل وأعطى درسا بالمجان وعلى الهواء مباشرة للمسؤول في كيفية تجاوبه وتعاطيه مع القضايا، وللمواطن البسيط في كيفية طرحه لمشكلته. اليوم وبعد أكثر من 938 حلقة متنوعة استضاف خلالها أكثر من 3700 ضيف، ما بين مسؤول وصاحب مشكلة إلى صاحب إنجاز، يترجل الفارس المغوار عن صهوة جواده بعد 5 سنوات من التوهج في برنامج الثامنة في حلقة تصدرت المشهد ولاقت أصداء واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر. داود هو ابن الصحافة والذي قضى فيها أكثر من 40 عاما متنقلا بين دهاليز العمل الإعلامي من صحافة وإذاعة وتلفزيون، طرح من خلالها آلاف القضايا والمواضيع في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، مرسخا بذلك شكلا جديدا للصحافة والعمل الإعلامي.